بألف ما يفرقون هذا الزوج بالعالي يشيكون يدخل كبيرة الحضور الجميل ديال الشباب الصحافة وتحية لدارنا اللي ساهمت معنا وصلت معنا حتى لسينما الريف مهرجان الوليلي الدولي مدينة مكناس. كنحيي على هذه المبادرة اللي كتقوموا بها الشباب في صالح الفنانة وهذا شرف ليا. عبد السلام الساحلي يحييكم وكنت سعدان وفرحان على هذا الحضور الجميل. كان شي في الحفل في مستوى لا من الصحافة ولا من جنود الخفاء. كنحييكم وديما معكم عبد السلام الساحلي. كنحيي صراحة الله المنظمين اللي قاموا هذا المهرجان اللي شاركوا فيه فنانة كبار فنانة مرموقين داخل الوطن وخارج الوطن. وحصل لي الشرف ان يحصل لي الشرف مع السي عبد العزيز أحوزار والماني وموس ماهر والزهري ومصطفى بقبة ومجموعة الرصاد. هذا شرف كبير ليا وكنحيي الناس اللي قاموا بهذه المجهودات الجبارة وكنحيي وزارة الثقافة على المجهودات اللي قامت بها في الصالح ديال الفنان وكنحييكم. الجديد كاين عندي الجديد ان شاء الله ربي واجد. عندي وحده كنغني على مولاي السلطان كنقول عيطوا على العريس عيطوا على العريس عيطوا لصحابو عيطوا لصحابو عيطوا لوالديه حاني ولويدي. هذا الجديد ديالي ان شاء الله واحد الفتره ان شاء الله وناتيك به. تحياتي لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.